السلام عليكم البنات، سلام الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. ونبداو الفيديو ديالنا دائما بالصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. قبل ما نبدا الفيديو ديالي البنات، كنبغي نشكركم واحد الشكر كبير 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 بزاف لهلا يخطيكم على التعليقات ديالكم، على الكلمات الزوينين اللي كتخليو ليا، لهلا يخطيكم وكنشكركم بزاف. والبنات اللي كيزوروا القناه ديالي لاول مره، ما تنساونيش ملي يجي من بارطاج فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. وحاول الغزاله ديالي ما تنساوش اختكم من لايك 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 دائما. انا كنحاول مره نفكركم، داك الصبيع الفوق وانتم كتشاهدوا الفيديو كتكليكيو عليه هكايا كتعمل فائده للجميع وكتشجعوني ولهلا يخطيكم. الفيديو ديالنا البنات كيف ما كتشوفوا مدينه النخيل، مدينه الحمراء، مدينه البهجه كي كيقولوا ليها. هاد المدينه انا اللي كنحماق عليها، مدينه مراكش اللي ضروري ما كنجي ليها كل عام الا هبطت المغرب، واخا غير واحد ربع ايام ولا خمس ايام، ديك الزياره ديالها صافي ولفتها ما نقدروش ما نزوروهاش. وكي كتشوفوا البنات هنا، هذا هو الاوتيل اللي خديناه دوزنا فيه الايام زوينه الصراحه، وكننصحكم به. الاوتيل الاسم ديالو هو هذا روابي سابا. الاوتيل نقي نقي البنات بزاف، واخا نشكروا لكم حتى نعيا. صراحه الله الاوتيلات ديال مراكش كاملين، يعني كاع الاوتيلات اللي فايت لي دزت ليهم من قبل ولا هذا ولا اللي قبل، كلهم النقاء، كلهم صراحه السيرفيس ديالهم مزيان، التعامل ديالهم مخير البنات. حتى لي فام شومبر حتى هما الله يعطيهم الصحه وتبارك الله عليهم، يعني واحد الوطيلات اللي زوينين. وهذا عجبني بزاف وقلت نبارطاجيه معكم. بزاف البنات اللي سولوني ايش شنو سميت الوطيل، هو هذا البنات لوطيل البنات، كله تبارك الله بالخضوره، فيه لابيسين، فيه كل شيء، يعني فيه لي ريستورون بلاصه الماكله، يعني نتوما كيبقى لكم ديك ساعتي الاختيار، يا اما كتاخذوا هكا بالفطور يا اما كتخرجوا تفطروا على برا نتوما واللي بغيتوا. لوطيل البنات فيه لابيسين هكا، فيه لي زاكتيفيتي، زعما الصراحه كنصحكم به. وهكا بنادم مره كيخرج يفوج واخا غير هذاك الويكاند ولا بلاش. الفيديو البنات غنخليكم تكتشفوا لي شومبر ديالو، تكتشفوا كل حاجه فيه. هنايا البنات لا ريسيبسيون ضروري بني الله كتوصلوا، ضروري ما كتقوموا بالاجراءات، كتكونوا ديجا مديري ريزيرفاسيون صافي كتعطيوها ليهم باش كيكملوا معكم الاجراءات اللي بقاو. والبنات بالنسبه لي شومبر كما قلت لكم، نحنا خدينا في الدوزيام ايطاج، خدينا جوج ديال لي شومبر، الشومبر الاول ديالنا والشومبر الثاني ديال الوليدات، باش هما الصراحه كيبقاو هكا مرتاحين. عرفتوا الدراري ديال دابا تبارك الله كلهم بليين بالتليفون، كيبغيو يبقاو هكا مع مرتاحين مع راسهم، كيهبطوا لابيسين كيدوشوا كيطلعوا، يعني ما كديرون جيش معاهم. هذا البنات هو الدخله ديال الشومبر، كاينه الطواليت والدوش كيف ما كتشوفوا تبارك الله بديك النقاوه ما شاء الله، زعما الصراحه داكشي نقي. كيخليو لك الفوطات كل نهار كيجيو يبدلوهم لي فام ديال الشومبر حتى هما قلت لك الله يعطيهم الصحه. واخا انا صراحه كندي معايا الفوطات ديالي، كندي معايا داكشي ديال الدوش، يعني كنحاول نستعمل داكشي ديالي انايا اللي ما كنستعملش ديال الاوتيل، واللي بغي يستعمل الفوطات ديال الاوتيل وداكشي حتى هما يا راهما كيكونوا نقيين وكلشي. هذه الشومبر ديالنا ها هي، هذه كطل البنات على لابيسين، عندها واحد الاطلاله غزاله الصراحه البنات. شوفوا ليا شوفوا ليا على هذا المنظر، هذا المنظر صراحه اللي ما نكذبش عليكم كيريح الواحد، يعني غير هاد الشوفه هذه وهاد الاطلاله كتل واحد كينسى يعني الروتين ديال العام كامل، كتنسى ديك التماره وكلشي. يعني انا شخصيا صراحه كنموت على شي حاجه سميتها السفر، اللي ضروري واخا غير مره ولا جوج في العام، يعني الواحد ملي كيسافر واخا عا ويكاند حنا كنفوجو، وحتى الدراري حتى هما يا، وخصوصا هكا البنات اللي يعني اللي برا وكيمشيو المغرب بهالطريقه هذه، حتى وليداتنا كيبقاو زعما يعني كيعجبهم المغرب، كيعجبهم يعني ماشي كيبقاو مساكن مالين غير في الدار الدار الدار. مره كنسافروا بهم البلاصه، وفي نفس الوقت كنعرفوهم حتى على بلادنا، حيت حنا اصلا بلادنا تبارك الله كبيره وزوينه ما شاء الله، لا من الجبال ديالها لا من كل شيء ديالها، ولكن للاسف
ما مسارينهاش كاملة، ولكن الحمد لله إنسان يخطف واخا غير مرة هكا في العام يتسارى فيها. وهذه البنات هي الشومبر الثانية ديال الدراري كيف ما شفتوا، هي هذه حتى هي يا بالدوش ديالها بكل شيء ديالها، غير هي ما كطلش على لابيسين بحال ديال الشومبر ديالنا، كطل يعني من الجهه الخلفيه كطل على الدخله ديال الاوتيل. حتى هي عندها واحد المنظر غزال كيف ما كتشوفوا، يعني هاد الاوتيل كله تبارك الله بالطبيعه ديالو بهاد الاشجار بهاد النخل، يعني اوتيل تبارك الله غزال غزال بزاف صراحه. وتمنيت يعني تزوروا كما قلت لكم بالناس اللي في المغرب واخا غير واحد الويكاند، او الناس اللي على برا حتى هما ياخذوا فكره معنا. المهم البنات غادي نخليكم مع هذا الفيديو هذا تشوفوا يعني لابيسي الوقت اللي كيكونوا ديروا كيديروا داك لي زاكتيفيتي في الصباح، يعني واحد المنظر في الصباح غزال غزال غزال. وغادي نخليكم مع واحد الجوله خفيفه في جامع الفنا حتى هي يا. انا غادي نقول لكم السلام عليكم في امان الله الى فيديو جاي ان شاء الله. وما تنساونيش البنات لايك لايك لايك، الله يرضي عليكم، تعاليق الزوينه ديالكم حتى هي، والهلا يخطيكم الى فيديو اخر ان شاء الله. وسلام عليكم. وهنايا البنات في العشيه حتى برد علينا الحال وعاد خرجنا هكا ديك الدويره في جامع الفنا ضروري منها، يعني حتى كيبرد الحال ديك المغرب ما تقدريش تخرجوا ليها بالنهار، اللي كتعرفوا ديك الحراره تبارك الله اللي كتكون في مراكش يعني الحلاوه ديالو حتى كيبرد الحال. واخا للاسف البنات كان داك الحجر الصحي ديال 9 و9.5 كاس كانوا صافي كيحبسوا كل شيء. نطلبوا ربي الله يرفع علينا هذا الوباء يا ربي، وان شاء الله ترجع حياتنا كيف ما كانت ان شاء الله باذن الله. Thank you.